بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في مدونة محبي الاحتراف على تروبرو وانا. اليوم إن شاء الله سوف نشرح طريقة الدخول على الفيسبوك عن طريق الاسم وليس عن طريق الايميل. يعني المعروف أنك عندما تريد تسجل الدخول على الفيسبوك تكتب ايميلك والكلمة السرية وتدخل على الفيسبوك. اليوم إن شاء الله سوف نرى كيف الدخول عن طريق الاسم وليس الايميل. قبل البدء يمكنكم زيارتنا على صفحة محبي الاحتراف على الفيسبوك والضغط على جيم وكذلك مشاركة الصفحة مع أصدقائكم، كذلك بالضغط على بارتاج. نضغط على اسمك على الفيسبوك هنا ونقوم بنسخ ما بعد سلاش facebook.com/. هذا هو الاسم الذي يمكنك أن تدخل به. نقوم بعمل كوبي ثم نخرج من الفيسبوك في نسجل الدخول مرة أخرى. نقوم بكولي ثم أكتب الكلمة السرية أضغط كونكسيون. ولاحظ أنني دخلت على الفيسبوك دون كتابة الإيميل، فقط يمكنك كتابة هذا الاسم بدلا عنه. يمكنك كذلك تغييره بالضغط هنا والذهاب الى النوتيفيكيشن والضغط على موديفي. لكن هناك مشكل، هو انه يجب اولا ان يتأكدوا بانك انت فعلا صاحب الحساب، وذلك بارسال رسالة الى هاتفك. بعد التوصل بالاس ام اس وتفعيل هذه الخدمة يمكنك تغيير هذا الاسم الى اي اسم تريده. اتمنى ان تكون قد استفدت من هذا الدرس، ولمزيد من الدروس زورنا على مدونة محبي الاحتراف على تروبرو.net وكذلك على صفحتنا على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.